من سوق العمل صباح الخير. بهيدي الفقرة رح جرب ساعدكم تلاقوا فرصة عمل مناسبة لكم. الفرصة الأولى بعجلتون حيث مطلوب دنتال أسيستنت بدوام بعد الظهر من الساعة 2 لل 8. للتواصل 70 043 726. نرجع لبيروت حيث مطلوب مديرة مكتب لوكالة أخبار، الراتب بالدولار. للتواصل عبر واتساب 70 501 893. أما بعمان مطلوب هيد شيف مع خبرة أكثر من 10 سنين. تفاصيل أكثر عبر واتساب على 00968 921 312 96. فرصة جديدة بالدورة لفورمن لشركة غاز مع خبرة بين 3 و5 سنين والسكن قريب من المنطقة. إذا مهتمين ابعتوا السي في على hr@coraloil.com. وبالروشة مطلوب ويب ديفلوبر للعمل بأوتيل. إذا مهتمين بهالفرصة اتصلوا على 81750501. ننتقل لفرص عمل جديدة بتبرجة، أيضا ضمن أوتيل طالب موظفين بعدة أقسام. رقم التليفون للتواصل 71698888. أما بالكويت مطلوب ويترز مع خبرة بالمجال والعمر تحت 24 سنة. الإيميل لإرسال السي في grace-s-anton@hotmail.com. نرجع على لبنان وبالتحديد على سن الفيل حيث مطلوب سيلز مانجر. الإيميل لإرسال السي في lcs@lcslb.com. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @الجديد.tv. بتقدروا تراسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل اليوم، وعودة إلكم.